انا مغربي 100% اول حاجه بعدا تنقولها، وجبتنا الظروف ديال جينا لاوروبا وكنا دايرين الموسيقى في المغرب كفن شعبي، حيت الدرب ديالنا كان هو ديال نجوم بورغون. الحياه ديالي بحال اي واحد كما بغات تكون، بحال كاع الدراري الصغار كنا اول مره حنايا البليه ديالنا كانت مع نجوم بورغون. حنا كنا في واحد الدرب اللي هو حي العنق، هذه بعد المناسبه تحيه للناس ديال الحومه ديالي وديال الدرب ديالنا اللي هو حي العنق. كانوا نجوم بورغون تما، وجات ديك الوقت ديال الشعبي، وكانوا نجوم بورغون بانوا مزيان تما في الشعبي، وحنا كنا صغار تنشوفوا نجوم بورغون، نجوم بورغون الزيتوني، مصطفى بورغون، رشيد، بشعيب، وحنا جينا ولينا بغينا نديروا بحالهم. ولينا تنجمعوا الدراري بعضياتنا تنمشيو لواحد البلاصه، واحد البيت صغيور تنبركوا فيه الزرع فيه هذه وهزين بوديزا ونغني ونغوتو. بشويه بشويه بدات ديك الموهبه تتزاد، بدينا تنتعلموا، بدينا تنمشيو. واحد الوقت مشينا تقيدنا في كونسرفاتوار، قلنا اش نديروا مشينا نتقيدوا. فاش دخلنا كونسرفاتوار بدينا واحد 3 موا ولا هادي، بدا تيجينا داك السولفيج شويه بحال القنط، حنا لا حنا دغيا بغينا نوصلوا دغيا. بقات بحال هكاك، تجمعنا الدراري، كنا في الاول قول بحال كنا 10، من بعد ولينا 8، من بعد ولينا 6، من بعد ولينا 4، كل وحدين داروا مجموعات ديالهم، وبدينا حتى حنايا غادي نشقوا في الطريق ديالنا، وغادي بشويه بشويه الحمد لله توصلنا لهذا المستوى هذا. واحد الحاجه نقولها لك، كون ماشي المغاربه في اوروبا عمر شي فنان ما يكون في اي حاجه في اي ضمن. علاش؟ حيت المغربي ما يمكنش انت تقول انا 40 واحد كلهم غادي يبغوني، 40 ديال الناس ما يمكنش، يقدروا يبغوك 10 وخمسة ديال الناس ما على بالهمش واش انت شنو تتقول ولا شتغني، وناس اخرين كاين اللي تيقول هذا اش يدير ولا هذا شنو تيقول، ولكن هذا هو اللي مزيان. حيت انت دوك العشرة الاخرين خاصك تعرف كيفاش تحاول تجرهم لعندك واخا غير بشي حاجه قليله، حيت في اي بلاصه اي منطقه الفنان المغربي هو الجمهور ديالو داك المغربي اللي تيكون، حيت الناس المغاربه اللي جاوا من المغرب اللي تعيطوا ليك ويكبروا بيك، فاش تمشي لشي محل تتغني تتلقى المغاربه فرحانين بيك، هذاك هو اللي تيخليك تزيد القدام. الجمهور اللي عندي انايا ولا الناس اللي تيكونوا، اي مغني عنده جمهور ديالو ولا امتى تعرف راسو بانه راه الجمهور تيبغيه، حتى تيخرج من البلاصه اللي ساكن فيها ولا البلاصه اللي تخدم فيها. هاد البلاصه اللي تكون تخدم فيها ديما تكونوا الناس هما الناس اللي تكونوا تيشوفوك، ولكن الا خرجتي على هولندا ولا خرجتي على فرنسا ولا هادي تتلقى الناس نوع اخر ديال الجمهور. بحال دابا هولندا تتلقى الناس كاينين ديال الريف، تجي لبلجيكا تتلقى الناس ديال الداخل، تمشي لفرنسا كاينين الناس ديال كاين نوع اخر ديال الخدمه، ستيل اخر ديال الخدمه. بحال نعطيك مثال بسيط، نهار مشيت لسويسرا كاين نوع اخر ديال الخدمه عاوتاني في سويسرا. علاش؟ تيجيو اللبنانيين، تيجيو العراقيين، تيجيو، خاص ضروري يكون عندك واحد كل حاجه منها واحد شويه باش ترضي كاع الناس كاملين، فهمتي؟ حيت الاستوديو ماشي هو اللايف، استوديو تيبغيك تكون مضبوط، تيبغيك تكون بزاف د الحوايج، وتما فين تيبان بانه واش انت الموسيقى عندك القواعد ديالها ولا ما عندكش القواعد ديالها. هذا هو اللي نقولها لاي دري صغير ولا اي واحد يبغي يتبع اي فن. هات الموسيقى اللي زوين فيها هي بانه تتخليك تتادب وتقدر تعرف ناس بزاف، حيت بسبب الموسيقى حنا عرفنا بزاف ديال الناس الحمد لله، عرفناهم ناس تيبغيونا، ناس تيكرهوك، ناس، ولكن هذا هو الدومين. اي حاجه تنتمنى تبقى عندي الصحه ديالي، والناس اللي كانوا تيعرفوني شحال هادي نبقى معاهم في العلاقه ديالي كيف كنت، ماشي غير الموسيقى اللي خلاتنا مجموعين، نبغي من بعد الموسيقى كجمهور كفنانه كاي واحد، نتمنى فاش نتلاقى معاهم نكون معاهم خوت ونكونوا صحاب، وكيف موالفين تيشوفوني في شي حفله ولا في شي حاجه وتيسلموا عليا نبغي حتى في الزنقه كذلك، حتى في الشارع نتلاقى معاهم يسلموا، حيت راه حنا ديال الجمهور، وحيت كل ماشي الجمهور ما عمرنا ما نكونوا.